من كلام صريح نبدأ تجوالنا معكم حول أهم الموضوعات التي تناولها كتاب الأعمدة اليوم، وكلام صريح زاوية راتبة للكاتبة سمية سيد بأخيرة الرأي العام والتي كتبت اليوم تحت عنوان في انتظار مزاج ترامب. تحدثت سمية عن كون القرار الأمريكي سيكون في صالح السودان بحسب التقارير الإيجابية التي قدمتها كل من الخارجية ووكالة الاستخبارات الأمريكية CIA، لكنها أشارت إلى مزاجية ترامب التي قالت إنها تتحكم في قراراته بعيدا عن الرؤى الموضوعية. وأشارت سمية إلى الجهود الكبيرة التي قامت بها الحكومة في مجال مكافحة الإرهاب عبر التعاون مع وكالة الاستخبارات الأمريكية. تلك الجهود قالت إنها بدأت في عهد غوش واستمرت الآن أقوى من جانب جهاز الأمن السوداني، مشيرة إلى تأثيراته الإيجابية الكبيرة إلى جانب جهوده في مكافحة تهريب البشر ومحاربة الهجرات غير الشرعية. سمية تحدثت أيضا عن أن تصريحات وزير الخارجية السوداني والقائم بالأعمال الأمريكي تدعو إلى التفاؤل، لكنها عادت لتقول إن رفع القرار في نهاية الأمر قرار رئاسي. وفي الختام أشارت سمية إلى نقطة ضعف في الجهود الحكومية مرتبطة بالجانب الاقتصادي، وأوضحت أن الرئيس الأمريكي كرجل أعمال ينظر أولا إلى المصالح الاقتصادية المتوقعة. وقالت مستدركة إنه لا تزال لدينا فرصة لحركة اقتصادية مع أمريكا.